الله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم مرة أخرى في متابعة برنامج التدريبي مهارات العمل النبوي. يشرفنا في هذا اليوم نستضيف الأستاذ ياسر الغرباوي في محاضرة عن إدارة الائتلاف. والأستاذ ياسر هو مؤسس مركز التنوع للدراسات والاستشارات. نعم. خير صار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا بشكركم على الحضور، وأخونا ياسر من أخبرنا عدد زي كده يحضر في محاضرة نتكلم في قضايا النهضة والتنوع والاختلاف، فمؤشر على وجود همة يعني عندكم، إن هذه العناوين قلما تستهوي أحد، يعني عناوين النهضة وتغيير الأمة والمشاكل، فهذا مؤشر إن شاء الله نحن مع شباب نوعيين، وأعتقد عندكم العاطفة والحماسة لتغيير الواقع لنحو أو إلى مسار أفضل. مركز التنوع للدراسات والاستشارات هدفه تأسس للإجابة على تحدي حقيقي في الأمة. مشروع النهضة تعرفنا عليه من خلال الدكتور جاسم تقريبا من خلال منذ حوالي 6 سنوات، فكان فيه 3 تحديات كبرى يعني أشار إليها مالك بن نبي وأشار إليها شكيب أرسلان، و كثيرين تحركوا على الأمة تعاني من 3 أمراض كبرى. المرض الأول استعمار والاستبداد، المرض الثاني الفرقة، الثالث الجهل. الاستعمار والاستبداد ما زال في مساحات فيها استعمار، ما زال مساحات فيها استبداد، وهذا ملف يحتاج إلى تفكيك من أين يبرز، كيف يتم التحرر، كيف بلاد تحررت لكن وقعت في استبداد آخر. فأعتقد في شباب اشتغلوا على هذا الملف، ملف الاستعمار والاستبداد وكيف نتعاطى معه وكيف ننقل الأمة من مربع الاستبداد إلى مربع الحرية والديمقراطية. أنا وجدت في نفس المربع اللي أنا ممكن أعطي فيه مربع الفرقة. قد نكون نجد بلد غير مستعمرة ليس فيها استبداد، لكن المجتمع يأكل بعضه بعضا. يعني أصبح الآن كل الأجسام الأمة الآن معرضة للانقسام إلى انقسامات، وكل انقسام مرشح إلى انقسام آخر. قلما تجد الآن كتلة واحدة مصمتة. إذا انتقلنا إلى فلسطين، قضية الأمة المركزية الآن بغض النظر عن من المخطئ من المصيب، ناس في مواجهة استعمار غاشم وقوة عالمية مهيمنة وقاعدين فاصلين يعني في عراك بينهما أيا كان الأسباب، لكن في النهاية المشهد العام فيه انقسام. إذا انتقلنا على الساحة العراقية أنتم أدرى بالواقع الموجود فيه. فنحن الآن في هذا المركز انطلقنا لنجيب على تحدي الافتراق والانقسام والتنوع. كيف نجعل تنوع الأمة ومجتمعاتنا قوة وليس ضعفا؟ كل مكونات الأمة الاجتماعية الآن ليست مكون واحد. يعني إذا جينا على الحالة المصرية مثلا هنجد انقسام في مسلمين وفي مسيحيين. إذا تحركنا للسودان هنجد عرب ونجد أفارقة. إذا تحركنا إلى المغرب هنجد الأمازيغ والبربر والعرب. إذا جينا للخليج هنجد الشيعة والسنة. فهذه التكونات الموجودة في الأمة هي مكونات أصيلة لم تأتي للأمة برجوت. يعني هذه المكونات هبطت على الأمة. لا، إحنا مصر قبل مجيء الإسلام حضارة فرعونية ثم حضارة قبطية حوالي 500 عام، ثم جاء الإسلام وناس استمرت في المسيحية وناس اختارت أن تكون أن تصبح مسلمة. لكن الآن النسيج المصري المستقر منذ 7000 سنة الآن كل يوم لو تتابعوا الصحف احتقانات غير عادية. لو بنت مسيحية هربت من أهلها خطفوها المسلمين وفتنة طائفية ودخلنا في معترك يعني يكاد يكون دامي. فنحن هذا كان مجال بحثنا، كيف نجعل هذه المكونات تنطلق في مسار النهضة والتقدم وليس في مسار الاحتقان والاقتتال. دوافع تاريخية موجودة، أبعاد جغرافية موجودة، كيف نجعل التنوع قوة وليس ضعفا؟ فاليوم احنا هدفي من هذه المحاضرة نصل لمعنى نحاول نتناقش فيه كيف يصبح التنوع قوة. وأنا بنظر بقول أن التنوع أصلا لابد أن يكون قوة. طيب احنا نقلناكم يعني لكأس العالم، وما أعتقدش أكيد كلنا طبعا اهتمينا وشفنا الأخطبوط المبدع يعني زي اختار الفريق الفائز، لكن لابد أن نرى الأحداث إن حتى لها معنى ولها مغزى. لو طبعا دي الكرة اللي لعبوا بها في كأس العالم الأخير 2010، هذه الكرة بها 11 لونا، يعني ما تفص الألوان الموجودة 11 لون. فحد يعرف ليه الكرة لعبوا فيها كان فيها 11 لون؟ ها عدد لغات جنوب افريقيا. طيب ادي الاجابه. شباب بتوع الوان الاعلام، بس كان في كاس العالم الاعلام الفريق اعتقد كان فرق في كاس العالم 32 الوان مش مكرره. ادي اجابه. في اجابه اخرى. 11 لاعب في الفريق. ها 11 لاعب
11 لاعب. طيب، هو فعلا في جزء من الاجابات صحيح، لكن اصعب الاجابات ان المجتمع الجنوب افريقي فيه 11 لغه وفيه 11 مجتمع. يعني جنوب افريقيا مكونه حقيقه من 11 مجتمع، من الافارقه والزولو والهولنديين والاسويين والهنود. يعني مثلا غاندي تربى في جنوب افريقيا، احمد ديدات كان موجود في جنوب افريقيا، الاسويين الهنود جم مع الاستعمار الانجليزي، الهولنديين سبقوا الى جنوب افريقيا. فتستمد جنوب افريقيا قوتها ان فيها 14 مجتمع وفيها 11 لغه، مناهج التعليم هناك ب 11 لغه، المحاكم القضيه في جنوب افريقيا ب 11 لغه. هم حاولوا أن يوصلوا من خلال هذه الكرة أن تنوع المجتمع الموجود في الأصل قوة ليس ضعفا. بعد 1994 انطلق المجتمع الجنوب أفريقي من سياسة عزل عنصري وتمييز عرقي قاهر إلى مجتمع متناغم ومتعاون، وطووا جميعا صفحة الماضي اللي كانت مؤلمة جدا، وأصبح أحد مسوغات وجود كأس العالم في جنوب أفريقيا مانديلا. الآن احتفل الأسبوع الماضي بذكرى ميلاده، أصبح ميلاد مانديلا هو يوم عالمي. ليه يعني؟ إيه اللي عمله مانديلا يعني؟ لكن هؤلاء الناس فعلا رغم اختلفنا معهم في كثير من الملفات، لكن تجاوزوا هذه الاحتقانات الموجوده وقرروا ان يتحركوا المجتمع الى الامام. اخطر يعني، وهذا امر يحتاج الى تضحيه. يعني في اول يوم لولايه مانديلا في 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 اصل الرئاسه الموجود طلع تصريحين، طلع بيانين، البيان الاول يعني تنصيبه، البيان الثاني في نفس اليوم قرار بطلاق زوجته. فيعني قرار يعني في اول يوم يعني مع الرئاسه أمر عجيب يعني. طب إيه الخلفيات؟ الخلفيات إن زوجته كانت متورطة في بعض جرائم حقوق الإنسان، كان عندها قضية إن كان في أي من الاحتقانات السود والبيض كانت مشاركة في بعض الملفات. فالراجل خشي إنه هنا تكون زوجته إن تأثر على مسار العدالة الموجودة في جنوب أفريقيا، فقرر إنه ينفصل عنها حتى القضية تمشي في أي مسار. أقصد إن هنا هؤلاء الناس وصلوا لهذا الأمر، دفعوا كلفة عالية جدا من أجل فعل المجتمع يصل إلى مرحلة من الانسجام. فحتى ان الكرة واصبح حتى الكلمات اللي بتقال في كاس العالم كلها تدفع في اتجاه ان هذا المجتمع مجتمع وليد وفتي، ومجتمع يستثمر تنوعه ويجعله قوة وليس ضعفا. طيب السؤال، متى يكون التنوع قوة ومتى يصبح ضعفا؟ يعني في مجتمعات كتير متنوعة، لكن ما بين بعض فيهم قتال دامي. في مجتمعات متحدة يعني فيش فيها اختلاف وبرضك فيها قتال دامي. عندنا كمسلمين يعني الصومال 100% سنة، مش بس كده، كمان كل شعب مذهبه شافعي، لا في مالكة ولا حنابلة، كلهم شوافع. والصومال الآن قتال للركب، يعني قتال الآن في الصومال يعني للنهار مسجد انفجر بعدين يعني حاجة عجيبة. طب هؤلاء الناس ليس فيهم اختلاف لا عرقي، كلهم حتى من سلالة واحدة، سحنة واحدة، عرق واحد، ديانة واحدة، مذهب واحد، ورغم ذلك لا يتيق بعضهم بعضا. فمتى يصبح التنوع قوة ومتى يمكن يصبح التنوع ضعف؟ احنا مع بعض، فاللي عنده اجابه اتفضل. امتى يكون التنوع قوه وامتى يصبح ضعف؟ اتفضل. قوه لما شيء مختلف يكمل الشيء المختلف الاخر، اما ضعف اظن يعني لما يعارض اكثر منه يكمل. يعني التنوع بيعطي مساحه، يعني في اخر مختلف يبقى في اثراء في الحياه. معنى كويس. يكون متفقين على مبدا اساسي واحد، وعمليه التكوين ما تكون موجوده. المشكله ان انا عندنا عمليه التكوين، كل واحد يقول هذا خيانه صحيح، فلذلك انه يكون يعني مجتمع عند مبدا واحد كلهم متفقين على واحد، باختلاف الطرق او المناهج للوصول لهذا الهدف او المبدا. تمام. تفضل. كان نقول لو وجدت اداره او حكومه تقريبا في دوله معينه انها تلم كل الاختلافات هذه على اساس مثلا خدمه واحده، اللي هي خدمة الدولة أو خدمة الجهة أو خدمة كذا، فاحتمال يصير يعني نوع من القوة. تمام. في إجابات أخرى؟ تفضل. هو التنوع هدف واحد، لكن الطرق المدخول للهدف مختلفة. في الآخر بيجتمعوا في نفس الهدف، وإذا كانوا طبعا هدف واحد، لكن مش هدفه الأشخاص نفسهم لما يكون تنوع، بس الأشخاص نفسهم متضادين مع بعض، فما راح يبقى هو تنوع لكن في نفس الوقت وضعف، يعني مش مجتمعين في الاخر على هذا الفرق. تمام. انا اعتقد ان قضيه التنوع تكون بالاساس، سواء كما ذكر موجوده، لكن تكون في الاساس في قضيه النظر للاخر. الانسان والنظر للاخر، كيف انظر الى الراي المعارض لي؟ هل انظر على انه خطا ام انه راي اخر؟ فان نظرت على انه خطا
فسيصبح الانصدام ويصبح التنوع ضعفا. اما اذا نظرت على انه راي اخر يحتمل الصحه والصواب كما انا رايي يحتمل الصحه والصواب، اتوقع في هذا المجال سيصبح التنوع قوه وسيصبح المجتمع مكملا بعضه بعض. يعني انت كمسلم قابلت واحد مسيحي تعتبر رايك هو خطا، ممكن يكون تصح ممكن يكون هو خطا ولا كيف؟ انا اتوقع الان نتكلم عن التنوع في الشريحه مثلا في الشعب المسلم. لا انا احنا قبل نتكلم عن الامه فيها مسيحيين، ويعني الامه من تكوننا فيها مسيحيين وفيها غير مسلمين، فلو منطق ان ممكن يكون هو خطا وانت صح فكمل الخط، يعني اعتبر ان هل ممكن عقلتك تقبل كده ولا ممكن اقبل لانه باعتبار ان الان انا اعتمد على ثوابت ومبادئ، ارجع عندما يعني يصادفني اي امر رابط ان ارجع للمبادئ الدينيه التي اعتمد عليها. كويس. مبادئ الدين هي التسامح، مبادئ الدين هي قبول الاخر بغض النظر، وطبعا في السيرة أمور أو مواقف كثيرة تدل على ذلك. فلابد أن يكون مرجعي مرجعية الدين، ولابد أن أكون أنا كشخص مستعد أن أحتوي الآخر ما دام حتى وإن كان خطأ، إن كان خطأ من أجل التصحيح وإن كان صحيحا من أجل أن أسير خير. أوكي إبراهيم. التنوع ممكن يكون خلاف وممكن يكون اختلاف. لو كان خلاف أنا متخالف معاك وإحنا التنين نسعى لهذه النقطة، أنا مخالفك هحاول أهمشك أحاول أقصيك، ولكن إذا أنا مختلف معاك في الجزئية اللي أنا مختلف معاك هحاول أحلها، إذا ما قدرنا أحلها إحنا ماشيين في نفس الطريق. هذه بالنسبة للتنوع، هي يعني التنوع إذا إحنا صرنا إذا بنسعى لنفس الهدف وبكون ماشيين بتضاد، يعني اني انا احاول دائما اني انا اشوش عليك وكذا، هذا حيكون دائما ضعف. ولكن اذا انا قبلت الذي يعني ممكن اني انا اقبله منك، اذا كان في ارضيه مشتركه بيننا ننطلق منها وانظر دائما الى الاشياء المشتركه ما انظرش الى الخلافات عشان تمام. نوصل للمجتمع نهضوي او مجتمع كويس. تعوز هيثم في اجابه؟ طيب يعني طه تفضل. التنوع لما مثلا يكون عندنا موجب والسالب يكون في تجاذب فيكون قوة، لما يكون سالب والسالب يكون في تنافر ويكون في ضعف. تمام. يعني مجمل إجاباتكم حامت حول الحمى، يعني حامت حول الإجابة الصواب اللي هي بتتمثل فيه التنوع في حد ذاته، كونه ضعف وكونه قوة بيخضع لنظرتنا احنا للتنوع. يعني مثلا في واحد بيعتبر ان زي ما قال اخونا اقرب ان كيف ينظر للآخر، ان هذا عبء على الواقع الموجود وان دي يعني خائن بحكم تاريخه السابق وان دول اعانوا الاستعمار وان هذه الفئه فئه ضاله وفئه غير مفيده. فالتنوع لا يمكن ان ننفيه ولا يمكن ان نلغيه، لكن الاعتبار في تحويل قوه ضعف ومدى رؤيتنا احنا لهذا النوع هذا التنوع، يعني مدى انطلاقنا من هذا التنوع هو في حد ذاته قوه ولا ضعف. لذلك اكبر معركه معركه الافكار. اخونا قال ان الدين مبني على التسامح وان النظره الدينيه الصحيحه قول التسامح، هيجي لك واحد تاني بيقول لك نظره دينيه اخرى لا مبنيه على انك لا تلقى عليه السلام وضيق عليهم الطرقات، وهؤلاء الناس دول مثلا على المسيحيين ده بيسبوا الله، كيف نتعامل معهم؟ يعني احد الشباب في مصر دخل احد المساجد فالشيخ بيتكلم برضك نظره دينيه، هؤلاء الناس يعني يسبوا الله لقد جئتم شيئا ادى وقالوا الله لا الله له ولد. فصاحبنا خرج اول كنيسه راح مولع فيها، ده بيشتموا ربنا يعني. وفي اكثر من كده، وعندك حديث في البخاري يعني اكبر الكبائر ان تسب الله، كيف تسب الله ان تجعل له ولد. فالراجل قال هذا المقطع وتوقف في الخطبه. بعد اسبوع من الحادثه الشاب دخل مسجد ثاني فقابل واحد كده ربنا كرمه وعلم وتنور وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. لفظ البر لا يتقل مع الاب والام، لكن جاء في هذه الايه مع النصارى. فقال له طب يا عم طب ليه ما قالوش من الاول كده؟ يعني راجل بعد ما كان قال له يا ريت كنت جيت في الاول كنا لحقنا الكنيسه اللي ولعنا فيها دي. ف راي النظر الديني فعلا محتاجين. فاذا اللي جعل هذا يحرق الكنيسه وجعل في اليوم الثاني يندم ان الوجبه الفكريه والعقد الفكري تلقى رساله خطا. يعني مثلا ليس ابن سعد كان افقه من مالك رحمه الله، كان كبير فقهاء مصر، لما بدا الكنائس تبنى في مصر وتنتشر يعني لبعض المسلمين انزعج فقال يا امام ما رايك في بناء الكنائس؟ احنا كل يوم نصبح لها كنيسه بنت. فقال يعني اولا قال له يا بني وهل بنيت الكنائس الا بعد عمرو؟ يعني انت سؤالك خطا اصلا، الكنائس لم تبنى الا عندما جاء عمرو بن العاص وحرر مصر من الرومان واتاح الناس حريتهم.
فهل بنيت الكنائس إلا بعد عمرو بن العاص ومن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشاهد الذي يجعل التنوع قوة يجعله ضعف، ومدى رؤيتنا نحن لهذا التنوع، ومدى استيعابنا له، ومدى استثماره، ومدى اعتبار أنه قوة ليس ضعفا. أنا أرى أنه حاجة نفسية، وأنه رأي أن ما هو في عقولنا في اتجاه هذا التنوع. فالتنوع لا يمكن أن ننفيه ولا يمكن أن نلغيه، ولكن نظرتنا للتنوع كيف هي تكون. إذا أصبح عالم أفكارنا أن هذا التنوع خبال ووبال ولابد أن نتحد في حزمة واحدة، هتجد كل أفعالك متسقة مع أفكارك. تبدأ مثلا في الصف انت بتبتعد، يعني تبتعد عن اي واحد مخالف، تبدأ تاخد جانب من الجوانب، ما تبدأ العلاقة تتشنج بدرجة من الدرجات، تبدأ بعد ذلك يعني كيف تبدأ اصلا المشاكل الطائفية في ثلاثية خطيرة جدا، ودي لابد نعرفها. يعني ايه اللي بيحصل؟ مجتمع مستقر فجأة تلاقي حصل فيه انفجار. اول شيء كما زي ما قلت شيء نفسي، تبدأ اول حاجة مرحلة استعلاء، احنا الاصوب واحنا الاحسن واحنا الافضل وهم دول مين واحنا اصل البلد. يبدا بقى الكلام اللي يبدا بقى هذا النشيد اللي ما له نهايه، يبدا حاله من الكبرياء والاستعلاء. ثم صاحبنا ما قفش عند كده، عاوز بقى يعني يعطي الاستعلاء يعطي له معنى ويعطي له قوه، فيبدا يستدعي من النص، يبدا يستدعي من القران من السنه، والاخر ادب يستدعي من الكتاب المقدس ان احنا الاصل وهؤلاء الناس ضالين فيبدا كل واحد يحشد الالات والعدد الموجوده في هذا الخطاب. بعد الاستعلاء والاستعداء ياتي العداء. خلاص احنا كده جهزنا المتلوف وجهزنا القنبله، الفكر بقى مش تشنج والايات بقت موجوده برؤيه اخرى، باقي بس فقط احنا نشعل النيران في 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 هذه الاجواء. فاذا اعتبار التنوع قوه واعتباره ضعف هو في النهايه بيخضع لرؤيه الانسان، ان هذا التنوع قوه ام ضعف هي حاله نفسيه وحاله فكريه. طيب تعالى نشوف القران، يعني وطبعا دي احد الاشارات في المركز اشتغلنا عليها مده 3 سنين، ان محتاجين ابحاث في هذا المجال يا جماعه. كل ما يكتب عن مجتمعاتنا وتنوعها هو كتابه غربيه، يعني مثلا ملف الشيعه، ايه اللي عرفه عن الشيعه؟ كلام مجتزأ وموتور، ما تجد لا تجد كتاب وازن. اما كتاب يقول لك بس العقيده الفاسده والضاله، طب يا عم دول بشر، امتى تكونوا؟ ازاي؟ يعني عايشين فين؟ كيف؟ لا انا يعني الكتاب اللي قراته عن الشيعه اسمه الهيرني توتال، كاتب فرنسي اسمه الشيعه في العالم، رجل يقول ان في هذا الكتاب اكتب ما لم يجده احد، ما لا يعرفه الشيعة ولا السنة عن انفسهم. هو راجل جنرال فرنسي في البحرية الفرنسية، كتب كتاب حوالي 200 صفحة ملخص، تعرف الضبط بدأ بالرسومات التواجد، يدعي ويقول ان في هذا الكتاب يعني انا اكتب عن الشيعة وعن السنة ما لا يعرفوه عن انفسهم، لان كل ما كتب عنا مجتمعات خارجة عننا، يعني مجتمعات مش يعني باحثين لم يعيشوا في المنطقة، هل كتبوا لمصلحتهم؟ هل كتبوا برؤيتهم؟ لكن نحن لم نكتب حتى الآن تاريخنا بأنفسنا أو تاريخ مجتمعاتنا أو مكونات مجتمعاتنا. فمثلا الاختلاف في القرآن معنى ضخم جدا، محتاجين لو في حد فيكم شرعي أو عنده رأي يعني يبدأ يدرس كيف يتعامل القرآن مع الاختلاف. يعني مثلا في سورة هود يقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولذلك خلقهم، يعني حتى طاهر بن عاشور كبير مفسري تونس يقول يعني احنا في آية أخرى ربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. فكيف نوفق بين هذه الآية ولذلك خلقهم؟ يقول إن الاختلاف أحد المقاصد الغائية في القرآن، وجود الناس مختلفين أحد المقاصد الكبرى في القرآن، ومن آيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، يعني القرآن طبعا محشود بمعنى الاختلاف، ولا القرآن لم ينفي الاختلاف والإسلام لم ينفي الاختلاف، بل اعتبره في بعض الأحيان قوة، لكن كيف نديرها نحن هذه القوة؟ لا يمكن التنوع ننفيه ولا نلغيه، ولكن المشكلة كيف ندير هذا التنوع بدرجة من الدرجات. فهذا مسار اللي عنده قدرة شرعية يبحث في القرآن كيف تعامل القرآن مع الاختلاف، هتجد آيات مملوءة جدا بالاختلاف، والاختلاف متى يكون مذموم ومتى يكون محمود. يعني ربنا عندما تكلم عن أهل الكتاب: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اختلفوا بعد ما جاءهم العلم، ففي اختلاف فيه بغي، تجد بغي. في النهاية نحن نحتاج إلى دراسات في هذا المسار كيف تعاطى القرآن مع الاختلاف ومع التنوع. طيب هنحاول، يعني بنقول ان التنوع قوة، فنبدأ بسؤال مهم جدا: الحضارة الإسلامية ودارة التنوع والاختلاف. الحضارة الإسلامية، الإسلام
بدأ كرسالة في منطقة يعني صحراوية يعني مفقرة يعني ليس بها مقاومات حضارة فارس ولا حضارة فرعونية ولا حضارة بابل. الإسلام تحرك من هذه الرقعة كما يسميها دكتور جمال حمدان الرقعة البالية جغرافيا، ولم ينتصر الإسلام ولم يتمكن إلا عندما وضع جناحيه على 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 الهلال على العراق وعلى مصر. يعني الإسلام تصبح له قوة بشرية وجيوش وأعتاد ودواوين إلا عندما وضعته على على العراق وفارس ووضعته على على مصر. فعمليا الحضارة الإسلامية، ما هي مكونات الحضارة الإسلامية وهذا الإسلام كيف انتشر وكيف وصل إلينا؟ يقول يعني كثير من الأدباء وكثير من المؤرخين الإسلام انتصر بجهود الخيال العرب فاتحين العرب، وكتب الإسلام بالقلم الفارسي، معظم الكتب التراثية العميقة الأصيلة كتبت باللغة الفارسية، ودفع عن الإسلام بالدرع التركي الذي حمل الإسلام فترة طويلة جدا خلاف العثمانية الأتراك. فعمليا مكونات الحضارة الإسلامية ليست فقط هي مكونات التي قام بها العرب في الجزيرة العربية، ولكن عندما استصبر الإسلام هذا التنوع واعتبر أن المصريين الموجودين الفراعنة والأقباط جزء من المجتمع لبعضهم أسلم من قوة المجتمع، واعتبر أن بلاد فارس حضارة ضخمة جدا وإمبراطورية عظيمة جدا ورثها الإسلام لم ينفيها الإسلام، لما دخل الصحابة مصر لم يكسروا تمثالا ولم ينسفوا هرما، ما حصلش ما نسمعه الآن، ولم يهدموا مسلة، لكن استثمروا هذا التنوع أبقوه على ما فيه وانضم كل هذه الجهود للحضارة الإسلامية. في أحد الدراسات العميقة جدا في الأنثروبولوجي في علم الإنسان عن منطقة اسمها أخميم، منطقة دي في مصر مشهورة جدا في صناعة النسيج، فبدأ الدارسون يشوفوا يعني كيف أثر الإسلام في هذه الصناعة. الصناعة موجودة منذ آلاف السنين، الإسلام دخل، هل ألغاها؟ هل شطب عليها؟ لكن لا، بدأ الباحثين ينظروا كيف انتقلت هذه الصناعة من عهد الفراعنة إلى عهد سيدنا عمرو بن العاص. في العهد الفرعوني كان يرسم على النسيج صور الآلهة راع وأخناتون ثم بعد فترة المسيحية المصريين دخلوا في الديانة المسيحية وقدموا تضحيات ضخمة جدا، كان مصر ما أصبحت مسيحية كانت تحت الإمبراطورية الرومانية وكانت إمبراطورية وثنية، فقتل آلاف المصريين من أجل إيمانهم بالديانة المسيحية. وجدوا أن القماش في هذه المرحلة بدأ ترسم عليه صورة المسيح والسيدة العذراء بدرجة حسب ما يفهمون يعني. ثم لما جاء الإسلام يرى أن الصور حرام أصبح النسيج ترسم صور الطيور والأشجار. في النهاية المسلمين لما جم الآلهة خلاص انتهت، الناس أسلمت، فأصبح الصناعة لم تلغى ولكن أصبح فيها مدخل آخر والإسلام حافظ عليها. الشاهد أن مكونات الحضارة الإسلامية إبداعها العظيم جدا أنها كانت تدير التنوع بحكمة واقتدار لم تنفي أمة من الأمم. المثال الآخر وأعظم كتاب بين أيدينا القرآن الكريم، يعني حتى يقول القرآن يعني القرآن نزل في مكة ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كتب في اسطنبول وقرأ في القاهرة، معظم القرآن وتراثه العظيم نزل في على النبي عليه الصلاة والسلام، انتشر القرآن انتشار عظيم جدا عندما دخلت الطباعة إلى الخلافة العثمانية وقرأ بالصوت المقرئين المصريين المشهورين لحد الآن، فيعتبروا حتى هذا القرآن خدم من قبل نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام طبعته في تركيا وقراءته بالقراء المصريين. فالمكون حضارة الإسلامية ليس فقط هو الإسلام، لكن الإسلام زائد حضارات الأمم الأخرى. في معادلة بسيطة جدا يقول الدكتور جمال حمدان الحضارة الإسلامية تعني مبادئ الإسلام زائد حضارات الدول التي فتحها، هي دي الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية مبادئ الإسلام التي جاء بها الإسلام من يعني التوحيد وإلى المبادئ الكبرى، وأضاف إليها الحضارات الموجودة الأخرى، لن ينفي أي حضارة أخرى، إنه بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ففكرة الإسلام جاء يهدم ما قبله في باب العقائد صح، لكن التراث اللي كان موجود والفن اللي كان موجود والتنوع اللي كان موجود الإسلام استفاد من هذا التنوع جعله قوة وليس ضعفا. أجبنا على هذا السؤال، المكون الحضارة الإسلامية مبادئ الإسلام زائد الأشياء الأخرى موجودة في الأمم الأخرى. طيب هنشوف برضك وقائع من وقائع في تاريخية ومعاصرة كيف أن هذا التنوع كان أصبح قوة وأصبح فخر وكان مسار وسبب في انتصارات كثير من المسلمين. المنظر ده حد يخمن يعني رجل دي منين وعايش فين؟ صعيدي. ها؟ صعيدي كويس صعيدي. أسيوط. ها؟ أسيوط. حد في حاجة بعد أسيوط؟ النوبة. هذا الرجل من النوبة، النوبة شعب في داخل النسيج المصري
كان قبل بناء السد العالي عايشين في منطقة خلف السد العالي، منطقة البحار السد العالي، كان موجود 44 قرية نوبية. هذا الشعب أولا السحنة مختلفة عن سحنة المصريين، له لغة نوبية خاصة، يتكلمون لغة مش لغة العربية ولا لغة أخرى، لغة نوبية ومقسمة إلى لهجتين، كل يعني قبيلتين كبار وكل قبيلة لها لهجة. طيب إيه علاقة الموضوع بالتنوع؟ هؤلاء الناس الموجودين في أقصى جنوب مصر، هؤلاء الناس أحد الأسباب الكبرى لانتصار المصريين في حرب العاشر من رمضان. نفكر إيه يعني إيه اللي حصل، عملوا يعني دخلوا طلعوا من الصعيد كده، يعني إيه السبب، إيه سر قوتهم إنهم كان أحد أسباب النصر؟ حفروا القناة. وعلاقة القناة بأكتوبر، إحنا كنا في حرب أكتوبر كانت إشكالية كبرى كيف نعبر القناة. طيب تقربت من الإجابة. اللغة تمام. أحد إشكاليات طبعا، أحد إشكاليات الصراع العربي الإسرائيلي طبعا لحد الآن التفوق التكنولوجي الإسرائيلي. لحد الآن إسرائيل تملك أقوى طائرة في المنطقة، أقوى سلاح طيران في المنطقة، تملك السلاح النووي ونحن لا نملكه. أنت بتحارب ناس بهذه العقلية، هو عقل غاشم جبار ومعه أدوات. أولا كان أهم سلاح في الحرب هو سلاح الإشارة، سلاح الاتصالات، أن يكون بين قوات اتصال. طيب هذا السلاح في الحالة المصرية بعد حرب 67 هو سلاح مخترق، بحكم أن التقدم التكنولوجي الإسرائيلي وتصنت هو لا يقارن بالحالة المصرية كانت موجودة. فإذا استخدمت اللغة العربية الآن في إسرائيل يفهم اللغة العربية أحسن منا. تعريب برنامج مايكروسوفت الآن في إسرائيل، تعريب هذه البرامج الآن أحد مراكز الكبرى في إسرائيل ومصر، مكانين بس. طيب إذا كلمت لغة إنجليزية هم أرقى مننا في الإنجليزي. طب فرنساوي، طب الحل بدأ التفكير مصر نستعين بإخواننا في النوبة، خلوا إصلاح الإشارة من النوبة، أحدش فهم حاجة. ومش بس كده، كمان قبيلة من ناحية دي وقبيلة من ناحية دي، حل أنت بقى. فإسرائيليين سمعين الكلام، يعني مثلا قابلت واحد نوبي هنا في الدوحة بقول له قال لنا نوبي، قلت له طب أول مرة، قلت له يا عم عندكم، قال لي طبعا لغتنا مختلفة خالص، قلت له يعني إيه، قال لي يعني ما أقول لك إزيك أقول لك بالنوبي سكري فيه، قلت له يعني إيه سكري، قال أنت كويس، والله أنا كويس. فهذا التنوع الموجود في النسيج المصري لما استغل حقيقي جدا، لولا هذا يعني أخطر سلاح دخلت الجيش. أنت في الصحراء تايه، لا علاقة لك بالجيش إلا إن واحد يقول لك يمين شمال اضرب، ما تشتت مش شايف قدامك. فتخيل هذا السلاح، إسرائيل بقى سمع الكلام لكن لم يتخيلوا أن يستعينوا بلغة نوبية. فعندما استغلنا هذا الملف الموجود في تنوع الأمة أصبح هذا التنوع قوة. للأسف الآن نحن نخسر هؤلاء الناس. 44 قرية هجرت بعد بناء السد العالي، لم يعوضوا عن هذه المساكن. الآن بدأ في كلام بيطالبوا الآن بحقنا، يا جماعة احنا اتظلمنا. والآن بدأ تسمع الآن في البي بي سي وراديو لندن، أصبح هؤلاء الناس اللي كان سبب نصر الآن مستائين جدا، أخذوا أراضيهم ونقلوهم أمام بعد السد. هذا الشعب مرتبط جدا بالنيل، يعني كان بيوتهم طبعا بيوت جميلة جدا، ودخلتوا على النت تشوفوا بيوتهم رائعة جدا، لهم أغانيهم الخاصة ومناسباتهم الخاصة، هم آخر الناس إسلاما في مصر، آخر شعب أسلم في مصر. لكن لما أسلموا كلهم أسلموا، مفيش حد، كلهم مسلمين. كان تملي عيشوا على ضفاف النيل، لما هجروهم ونقلوهم في داخل الصحراء أقرب بيت من النيل 10 كيلو. فطبعا الناس لحد الآن مستائين. فهذا التنوع موجود، لما أدرناه بشكل صح كان قوة. والآن أحد المشاكل الكبرى الآن القادمة في مصر هذا الملف، إذا لما تعاطى معه تعاطي جيد جدا نخش في دارفور وانفصال النوبة وأمر آخر. يعني دي منظر ايه ده؟ ها؟ فين الحتة ده؟ عكرنيش. خلاص كله متأكدين ان هو المتحف؟ ها؟ كلام نهائي؟ طيب دي متحف، فعلا المتحف الإسلامي في الدوحة. ايه علاقته بالموضوع؟ المتحف الإسلامي في الدوحة طبعا تحفة معمارية قوية جدا وعظيمة جدا، اللي صممه مهندس أمريكي من أصل صيني سارك، هذا مهندس في تصميم جزء من متحف اللوفر في فرنسا وأحد المتاحف الكبرى في كندا. حفل الافتتاح أنا سمعته بيقول إن أنا أوكلوا لي تصميم المتحف وأنا لا علاقة لي بالعمارة الإسلامية، ما أعرفش عن إيه عمارة إسلامية. أنا بدأت أبحث عن العمارة الإسلامية، فذهب للمغرب والقيروان والأندلس وذهب إلى القاهرة، كتب كده في المقدمة وجدتها في مسجد أحمد ابن طولون. هذا المتحف بهذا الشكل مرسوم على شكل نافورة
مسجد احمد بن طولون في القاهره، الميضه بتاع المسجد مكان الوضوء. فهذا المسجد الضخم بني في القرن التاسع الميلادي، اللي هذا المصمم الامريكي يعني او حاله هذا المبنى بهذا الشكل الجميل الان، مبني على شكل نافوره صغيره في مسجد احمد بن طولون. هذا المسجد الضخم الجميل اللي في مصر اللي بناه مهندس مسيحي مصري. هذا المسجد اللي احمد بن طولون اللي على شكل المتحف الاسلامي بناه مهندس مسيحي مصري. الفكره ان كان ابن طولون حابب يبني مسجد، فاراد ان ياخذ الاعمده من الكنائس، عاوز يعمل مسجد، فبدا قال لهم هاتوا الاعمده من الكنائس، الجماعه دول تعبنا واحنا موحدين دول جماعه كفره. فقال المهندس قال له بالله عليك سيب الكنائس زي ما هي، انا هعمل لك مسجد بلا اعمده. وفعلا هذه التحفه المعماريه القويه جدا خرجت من مسجد، خرجت من راس مهندس مسيحي موجود في مصر. الشاهد ان الحضاره الاسلاميه حتى في ارقى مصادرها المساجد ساهم فيها ناس وناس غير مسلمين. طيب احنا كده دخلنا يعني مش هدخلكم كنيسه، بس انا دي كنيسه القيامه في فلسطين، اشير اليها الى دور المسيحيين العرب في الحضاره الاسلاميه. والحضاره الاسلاميه لم تبنى فقط بمبادئ الاسلام، بنى بجهود اخرين يفتخرون انهم ابناء الحضاره الاسلاميه. المسيحيون العرب هم الذين قاموا بترجمه التراث اليوناني الى الحضاره الاسلاميه، معظم الترجمات اللي تمت في عهد الترجمه وكان يعطى الرجل وزن الكتاب ذهبا قام بها المسيحيون العرب في هذه الفترات، وهم يفتخرون بهذا الامر، يقول نحن مسيحيون لكن نفتخر اننا ابناء الحضاره الاسلاميه. وانا شخصيا عندما اقتربت منهم في فترات البحث الاخيره وجدت يعني وطنيه ودافعيه وخدمه للامه الاسلاميه مقطعه النظير. لكن هنا لو في نت هيثم، ممكن في نت هنا مش موصول النت. طيب. فالمسيحيون العرب ساهموا في ترجمه التراث اليوناني ونقلوه الى الحضاره الاسلاميه. هذا في العصر القديم، العصر الحديث مثلا. اخر زياراتي في الاجازه قلت خلاص خلينا نشوف بقى الواحد يبدا يشوف الافكار اللي بيقولها يختبرها على الارض الواقع. فانا في بلدتي احد الرهبان رحت زرته. فالراجل مش مصدق، قلت له انا جاي ازورك، قال لي بجد؟ قلت له والله جاي ازورك مفيش حاجه يعني ما تخافش. فقال لي طب اقعد. فجلسنا نتكلم، فالراجل يعني قال لي بشيء مفاجات لم اكن اتخيلها. فقال لي اولا انا اصلا مهندس زراعي. قلت له جميل. قال لي انا كنت في حرب اكتوبر عبرنا مع المصريين وكنا صايمين زيهم. الحرب كانت في رمضان، قال له صمنا طبعا مع الناس وكنا بنكبر. يعني الناس عبرت بهذه النفسيه. وقال لي انا كنت في الكتيبه التي اسرت عساف يجوري الاسرائيلي، كان قائد سلاح المدرعات الاسرائيليه، اسر في حرب المدرعات. قال لي انا كنت من الضباط اللي اسروه. مش بس كده كمان، قال لي طبعا وغيري مات، انا كنت ممكن اموت زي اي مصري موجود. قال لكن للاسف كل زملائي في الجيش خدوا نجمه سينا. نجمه سينا تعني رتبه عسكريه والمعاش زياده فيه حوالي 2000 جنيه شهريا. قال لهم كلهم خدوها ما عدا انا. طب ليه؟ يعني انا يعني نفس التحديات والخطوره كنت مشترك فيها. الاخطر من كده كمان، قائد الجيش الثالث الميداني في حرب العاشر من رمضان كان اللواء عزيز باشا مسيحي. قال لي كل دي مقبول. يعني ممكن يكون موظف اخطا وانا اعتبر كده. الراجل قدرا اسمه عم نبيل بني بجوار بيته مسجد. فقال لي طب يا عم عامل مسجد كويس. كل جمعة يدعو علي. كل جمعة خطيب مسجد اللهم عليك بهم، اللهم جمد دم في عروقهم. قال لي طب انا عملت ايه يا عم ياسر؟ قلت له والله انا قلت له ما اعرفش. قال لي طب خد دي كمان، المطوع راح يصلي في الجامع. طب يا عم ما تقول السلام عليكم، قول صباح الخير، واحنا مش بشر؟ صاحبنا المطوع يبص له كده يروح ماشي. فقال لي طبعا يعني وضع خطا. قال لي يعني فبالتالي هؤلاء الناس بدرجه من الدرجات شاركوا في بناء الامه، وبالتالي لابد ان نعتبر وجودهم قوه لنا جميعا وليس ضعفا. حتى لو طيل في موضوع المسيحيين العرب، اخر زياره في شهر 6 الماضي زرت الاستاذ رفيق حبيب. الاستاذ رفيق حبيب ابن رئيس الطائفه الانجليه في مصر. فطبعا زرناه في مقر الطائفه، قلنا بقى نتكلم بقى في التنوع وكده. فالراجل اعطانا محاضره في الاسلام ما فيش حد فينا يقدر يقولها. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بص يا ريت. حتى كنت انا اخر مقال نشرته مكتوب اسمه جهاز كشف الفتنه، كان 5 محاور خرجت منها من زياره. يا ريت لو طبعتوه، ممكن موجود في النهضه وموجود في التوك وموجود في الموقع عندي. فقال 5 محاور كانت مهمه جدا. قال حل مشكله التنوع ان يطبق الاسلام الحضاري، مفيش حل لا حل علماني ولا حل غيره.
وبدأ يسرد ان فعلا احنا مرتبطين بالحضارة الاسلامية ونهضنا هو لازم يكون من خلال الاسلام. وطبعا كان كلام فعلا انا ادعي ان يعجز كتير جدا من المشايخ ان يقولوا زيه في اثر الاسلام وكيف يدير الاسلام هذا التنوع الموجود. فانا بس بدلل الان من خلال هذه الشرائح ان التنوع الموجود في امتنا ينبغي ان يكون قوة ليس ضعف. اخر حاجة اختم بها في دور المسيحيين العرب الذي اثر لويس التاسع في الحملة الصليبية التاسعة على دمياط هم الاقباط المسيحيين، رغم ان صلاح الدين تعب وطلع عينه وراح صلاح الدين ما حجش عشان يحارب الصليبيين، اللي اصل لويس التاسع هم الفلاحين المسيحيين المصريين. فالشاهد ان هؤلاء الناس لا يمكن ان نخون على طول الخط، ونقول هؤلاء الناس خطر، هؤلاء الناس مكون اصيل في وجود في الامه، لو اعتبرناه قوه سيكون قوه ونهضه لهذه الامه بدرجه من الدرجات. توقفنا في المحطه الاخيره ان الوقائع التاريخيه بتقول ان فترات اداره التنوع استثمار نتج عنها انتصارات ونتج عنها تقدم. يمكن حد من الوقائع الجميله جدا في الفتره الفاطميه في مصر كان رئاسه الوزراء والضرائب والامور كانت موكله للمسيحيين واليهود، وكان الفقهاء المسلمين اقل شويه في الرواتب في المعاشات. فشاعر يقول: احبابنا نوب الزمان كثيره وامر منها رفعه السفهاء، فمتى يفيق الدهر من سكراته وارى اليهود بذله الفقهاء. امتى الكون يتعدل ويبقى الفقهاء؟ يعني كان في الاصل في الدوله كان الامر بيوكل لاهل الخبره. لحد الان في الساحه المصريه موضوع المحاسبه والضرائب عندنا طبعا بطرس غالي هو رئيس ماسك وزاره الماليه. ففي هذه الفترات فعلا اوكلت المهام لمن يحسنها في هذه الفترات. اذا تكلمنا على المسيحيين العرب ودورهم في الحاله الاسلاميه، من باب الواجب اتكلم ايضا عن الطوائف اخرى الاسلاميه التي ساهمت في وقائع تاريخيه مهمه جدا. الذي دافع عن القدس في وجه الصليبيين هم الفاطميين الشيعة، دافعوا عن القدس 40 يوما كاملة. أطول حامية في التاريخ صمدت في التاريخ الإسلامي، أطول حامية في التاريخ الإسلامي صمدت تحت الحصار القارس ليلا ونهارا هي الحامية الشيعية في طرابلس. صمدوا في وجه الحملة الصليبية 9 سنوات وطلبوا الاستعانة من العباسيين، والعباسيين لم يستجيبوا لهم في هذه الفترات. فالوقائع التاريخ بها فترات مشرقة جدا تدل على ان التنوع اللي كان موجود في هذه الامه عندما يدار بشكل صحيح جدا نحصل على نتائج عاليه جدا. واذا فشلنا في هذا التنوع سننظر في اخر المحاضره ما هي النتائج الكارثيه لهذا الفشل. هذا كان على الجانب التاريخي. طب هل في الواقع المعاصر الان في دولنا الاسلاميه التنوع كيف يتم ادارته في اتجاه النهضه والنهوض؟ طبعا اكيد تسمعوا عن ماليزيا. طيب مين فيكم راح ماليزيا؟ طب تمام، انطباعاتك عنها ايه؟ يعني الناس اللي قابلتهم هنا كلهم من نوع واحد، كلهم مسلمين، كل ولا في ميكس؟ انت قابلت قد ايه هناك؟ قابلت مين من يعني من الجنسيات من الديانات المختلفه هناك؟ اغلبهم مسلمين. كان في عرب، كان في ناس هنود، ملاوي، على مستوى العرق، على مستوى الديانه في ناس. جميل، ماشي. حد شاف حد تاني هناك؟ احنا رايحين رحنا على ماليزيا تقريبا اسبوع. انا مش سامع، اسمع صوتك. رحنا على ماليزيا تقريبا مده اسبوع، كنا رايحين لقضايا مؤسسه القدس. نعم. فرحنا في اجتماع تنسيق في قضيه القدس. نعم. حضر تقريبا 21 جمعيه. من ال 21 جمعيه خيريه عامله لفلسطين، 17 جمعيه مسيحيه. 17 جمعيه مسيحيه لاجل القدس، وكان مقدموا لنا افكار يعني خلال دورتنا في العالم كانت افضل افكار نفذناها والان تنفذ المؤسسه عن طريق 17 جمعيه مسيحيه اللي تعمل للقدس. جميل. طيب فعلا يعني ذكرتوا شواهد من ماليزيا. التركيب الجغرافي لماليزيا، موجود في ماليزيا 20% رجال اعمال صينيين، يعني 20% من المجتمع الماليزي هم رجال اعمال البيزنس، ارقى ناس اموالهم الصينيين. بعدهم ياتي الهنود قطاع الخدمات والاي تي والبنوك حوالي 12%، والباقي فقاره من الملاوي. دي التركيب الموجود، التركيب العرقي والاثني. على المستوى الديني بدءا من البوذيين والمسيحيين والمسلمين. قبل ما يهاتير محمد كان الوضع موجود، افقر ناس الملاوي فقاره في زراعه الرز، والصينيين البيزنس والخدمات الهنود.
طيب يا عم البلد يعني في حالة فقر، وفي 1965 وقعت مذبحة عرقية أكلوا بعضهم بعضا، جماعة المسلمين دول المسيحيين دول اللي جم على بلدنا، والصينيين دول ولاد كلب كفر أبوذيين، والدول الجماعة الهنود مش يعني بيعبدوا البقر. طب احنا هنا هينفع الكلام ده بقى بقر مع إسلام مع، طيب إيه الحل يعني؟ يعني طب بقى الحل خلاص نطهر الأرض من هؤلاء، نرجع الصينيين بلدهم والهنود يرجعوا مكانهم، واحنا نقعد بقى كده نزرع الرز وربنا معانا. لكن مهاتير محمد وضع آخر. مهاتير محمد أحد إبداعاته الكبرى كيف أدار هذا التنوع؟ قال لك لا، هذا التنوع الموجود، الصيني اللي جاء قعد في ماليزيا بقاله 60 سنة قعد في ماليزيا ويفتخر إنه ماليزي، والهندي اللي جاء من الهند بقاله 100 سنة قعد في ماليزيا، لا ينبغي إخراجه. الواحد قال لو مشى كندا 5 سنوات بيحصل ربما حصل الجنسية قبل أساس دنبر، كان في سهولة في كده. لا بدأ قاله طب إزاي نجمع بين الثقافة الإسلامية والثقافة البوذية؟ في الآخر دائما أهل المشرق الشرق كله في تقديس الأسرة في احترام للأخلاق، فعمل حاجة اسمها الأخلاق الآسيوية، احنا عايشين في ماليزيا نحترم الأخلاق الآسيوية. وبدأ فعلا وضع نمط اجتماعي جديد يعتبر ان وجود الصينيين قوة في المجتمع بأموالهم، وجود الهنود في قطاع الخدمات قوة للمجتمع، وينبغي للصينيين والهنود ان يعلموا مين؟ الملاوي. فكان ابتعاث الطلبة لمدة 10 سنين فقط في ماليزيا لابد يكون من الملاوي على نفقة الصينيين والهنود. طلعوا قانون ان الان الصينيين هم اكثر تعليما والهنود اكثر تعليما، الجماعه الفقراء دول مش هنتركهم، احنا هنبني المجتمع سوا. في اول 10 سنين من بناء الدوله لابد يبتعث الطلاب الماليزيين الملاوي من اصل اهل البلد. وفعلا يعني بتطبيق هذه السياسه خرجوا وتعلموا، اصبحت الان ماليزيا الاقتصاد العاشر عالميا، اصبحت ماليزيا الان الاقتصاد العاشر عالميا بفضل اداره هذا الملف واستثمار التنوع في انه قوه وليس ضعفا. هذا في الحاله الاسلاميه. تعال نقعد في الحاله الامريكيه. الشعب الامريكي يعني ما يعني من كل حدب وصوب، الهنود الحمر جزء اللي باقي اسيويين هنود مصريين كل عرب، لكن هؤلاء الناس اداروا الملف التنوع في بلدهم بدرجه عجيبه جدا. يعني يوم ما نجح اوباما كتبت مقال انتشر جدا اسمه اوباما يستفز الشيعة والسنه، اوباما يستفز الشيعة والسنه. هذا الرجل بغض النظر عن الخلفيات هو اول اسود يحكم الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هذا كان دونه يعني خارط القتاد، جهد السود ومالتن لوثر وتحركوا حركة ضخمة جدا حتى نالوا حقوقهم، وتوج هذا أن يأتي إنسان ملون حسب كفاءته في منصب الرئاسة الأمريكية. فالشاهد أن المجتمعات كما قال غاندي تقاس تحضرها بمدى تعاملها مع الأقليات، متى حضرت أي أمة كيف تستوعب المختلف والآخر الموجود، وكيف تكون حضن متسع وصدر متسع يتسع لأكبر مكون موجود في الأمة. فالوقائع المعاصرة في نهوض الأمة أيضا بتأكد أن هذا الملف إذا أدير باتجاه صحيح سيكون قوة ليس ضعفا. طيب ما علاقة التنوع اللي الآن بتكلمنا فيه الآن ببناء الدول بمشروع النهضة؟ يعني إيه المفروض النهاردة نوصله، وكيف نجعل في تطبيق لهذه الأفكار الكبرى على مشاريعنا الموجودة على الأرض؟ يمكن عجبنا أخوان بيتكلم بيقول أن الجمعيات المسيحية اللي أعطتهم أفكار لخدمة القدس هي كانت أفكار أكثر إبداعا من غيرها. إحنا فعلا عاوزين كده. يعني مؤسسة القدس الآن لما الناس فتحت عقولها إن مش شرط إن قضية القدس يا جماعة مش قضية المسلمين بس. المطران حنا عطلة في 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 القدس أحد الرموز المناضلة الثابتة جدا في وجه الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي. أسطول كسر الحرية اللي انطلق وأصبح الآن له شهرة كان فيه قواسيس هم اللي أعطوه زخم كبير جدا وكانوا معرضين للموت مثل أي حد آخر موجود. فهذه القضية إن التنوع والاختلاف إذا اعتبرناه قوة هينعكس على مشاريعنا. المالك بن نبي رحمه الله طبعا كتب مهم جدا نمر عليها، يعني واجهة العالم الإسلامي، شروط النهضة، كتابات أرجوكم يعني أعتقد مهم جدا أي حد مهتم بالنهضة يمر على كتب مالك بن نبي. مالك بن نبي يعتبر أن أي تغيير عشان يحصل في حياتك في مجتمعك في مدرستك لابد ينطلق من خلال ثلاثة عوالم. انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بإيه؟ ما بأنفسهم. للأسف بعض الناس أو بعض المشايخ إذا وقف ما بأنفسهم يبقى احنا اذا اقمنا الليل والنساء تحجبت ودخلنا المساجد هنطلع الامر. دي فعلا جزء من النفس، لكن النفس كما ان فيها العاطفه فيها العقل وفيها العلاقات. لن ينضبط اي عالم من عوالمنا الا اذا انضبط عالم الافكار وعالم العلاقات وعالم المشاريع. او عالم العلاقات، عالم الافكار وعالم العلاقات وعالم المشاريع. طيب ماذا نقصد بالتنوع في هذه الافكار؟
تنوع الأفكار في العالم. هيجل يقول من أين يأتي التقدم أو كيف تولد الأفكار؟ تولد الأفكار من نقيض الأفكار، نظام توليد الأفكار. والله تقول إن عفوا يعني واحد يقول إلحادي الكون لا إله والحياة مادة، يقول واحد لا الكون خلقه الله والحياة ليست مادة، من بينهم هذا السجال تطلع أفكار كبرى وعظيمة تدرج ما بين الإيمان إلى أقصى درجات الكفر، والمجتمعات حرة أن تختار من الأفكار ما يناسبها. فتنوع الأفكار بينتج عنه تنوع عجيب جدا يتيح لنا أن نختار ما يناسب مجتمعاتنا. فعلى مستوى تنوع عالم الأفكار، الرأسمالية برزت في أوروبا الغربية وكانت تغالي جدا، دع وشعارها المعروف دعه يعبر دعه يمر، أي تجارة اللي عاوز يتاجر فيش اسمها حدود ولا سدود، والسوق يعدل نفسه وكله يتاجر ولا حاجة اسمها جمارك، كما نصل إلى درجة العولمة. هذا الأمر أضر جدا قطاعات كبيرة جدا في أوروبا، والعمال ظلموا جدا، والمرأة استغلت في العمل في المصانع، أجرها كان زهيد وأصبحت سلعة، وأصبحت استغلال المرأة في التسويق والبضائع. هذا الأمر نتج عنه أمبرز ماركس، قال لك لا يا عمي يا عمال العالم اتحدوا، وإحنا لازم نكسر العملية دي، وإن الشيوعية القادمة لابد نرجع إن إلى الشيوعية. الشيوعية جاية فكرة المشاع، إن كل الكون بتاعنا، لكن الجماعة دول الذين البرجوازيين والجماعة الرأسماليين دول خدوا المصانع وخدوا المصالح وجابوا الدين عشان يسكنوا الناس، قال لك الدين أفيون الشعوب، اصبر واجرك في الجنة هناك. فقال لك لا ما فيش حاجة اسمها اصبر، احنا ناخد حقنا. وبدأوا عملوا فلسفة الحزب الشيوعي. هذا الحزب الشيوعي الصارخ جدا مع الرأسمالية الضخمة جدا نتج عنها الآن نموذج ثالث خالص، الاشتراكية الديمقراطية. الضمان الاجتماعي الآن في هذه الدول أخذ ما في الشيوعية من حسنات، ما في الرأسمالية من حسنات، وأنتج منتج ثالث خالص وأكثر فائدة. يعني زميلي كان مقيم معي في الدوحة وانطلق لكندا، فأخبرك يا عم شريف، قال لي والله أنا تمام جدا في كندا. قلت له يعني أحسن من البلدنا العربية؟ قال لي يا عم ما تقارنش. قلت له يعني إيه؟ قال لي أنا في أحد الأيام يعني تملي مغتربين بدرجة من الدرجات وهموا العائد المادي، والله إذا كان في قطر بدوني 5 والإمارات 10 روح الإمارات، يعني الناس يعني منطق كثير من الناس. فبسأل قال ركب الباص، بسأل السواق بقول له الواحد زي حوش إذا واحد يعني يدخر. فقال لي السواق كده أن وقف السيارة وسؤال غريب، بقول له ليه؟ قال لي تحوش ليه؟ قال لي يعني أدخر يعني. قال له ما تدخر ليه؟ قال له أنت الآن تشتغل. قال له آه. قال له ما اشتغلتش هتاخد بدل بطالة قد معاشك، هذا أول ملف، فبالتالي أنت خايف ليه؟ وبعدين أنت لو مرضت احنا هنعالجك في أرقى مستشفيات كندا على حساب الدولة، والله إذا فشلنا هنبعتك دولة أرقى في الطب من كندا. فأدي الصحة خلصت، أبنائك يعلموا في أرقى جامعات الموجودة في كندا، ولو أنت عاوز تحسن تعليمهم تدفع حساب، تدفع فيه 500 ريال يعطوك على 500 ريال كل شهر 1000 ريال زيادة. فتحوش ليه؟ فقال لي في هذه اللحظة فقط فهمت حديث الرسول، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عند قوت يومه فكانما حجز له الدنيا بحذافيرها. فأنا خلاص أدي جزء من الاشتراكية اللي كانت موجودة طبقوه في نظام الرأسمالي. على العكس طبعا في مجتمعاتنا، بقول له واحد عايش في مصر قلت له القصة دي، قال لي بقى احنا عايشين على الحديث الثاني. قلت له الحديث الثاني؟ قال لي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تغدو خماصا وتروحوا بطانا. احنا بنطلع على الله، اما نرجع كذا او ما نرجعش. فكله يعني فهذا جدا هذا التنوع الموجود في افكار اشتراكية ضخمة جدا نتج عنها رأسمالية شرسة جدا. المجتمعات اختارت ما في ما افضل ما في الاشتراكيه وافضل ما في الرأسماليه وعملوا النظام الاشتراكي الديمقراطي. والان اللي بيتكلم البردعي في مصر يقول لك انا عاوز اعمل الاشتراكيه الديمقراطيه مكان النظام الموجود. طيب هناخد على مستوى اقل جدا، في وكاله ناسا كان في قضيه كبيره جدا شغلاهم قبل بقى الكمبيوتر، قبل استخدام الكتابه الالكترونيه. احنا عاوزين يا جماعه في الفضاء محتاجين نكتب، ازاي نكتب بالاقلام في الفضاء؟ يعني حد عنده خلفيه حل المشكله ازاي؟ كان لا بس مش انا قصدي جاي في الاخر، لكن الفكره كان في مسار من العلماء شغال ازاي يعملوا مكنه ضغط، مضخ الضغط في القلم، طبعا مفيش جاذبيه فالحبر كان يطلع لاعلى، فناس بتفكر وشغاله مراكز بحثيه ان يعملوا بامب مكنه ضغط في القلم وازاي يكتب القلم. لا الجماعه الروس قال لك لا يا عم القلم رصاص، اتحلت قصدي النهايه، لكن هذا لا ينفي ان قدره هؤلاء الناس في بحثهم في وجود كلفه اخرى في الحبر ويعملوا مضخه في القلم، ان في خلى فريق ثاني يقول لك لا في مسار ثاني احسن. طيب مسار ايضا على تنوع الافكار حتى لو في مشروع صغير جدا، لابد يا جماعه نرحب بالافكار المختلفه.
يعني احنا لو حتى شغالين في اتحاد طلبه في جامعه ولا شغالين في شركه ولا بنعمل مشروع نهضوي اذا لم نحترم ارائنا الاخرى واختلافها وقد تبدو ساذجه جدا لك يا عم انت، لكن لابد ان تقدر وتدرس اذا كان فيها قابليه للانفتاح على المستقبل. احد شركات الانتاج شركه بتنتج البان، وجدوا انه احد معايير الجوده احيانا تاتي عبوات فارغه، يعني تيجي تخش مثلا تروح اللي يقولوا تاخد تلعب الزبادي فاضيه، لكن ما الانتاج مثلا عندك مليون علبه تطلع يوميا، طب ايه الحل؟ فيعني لازم يعمل جوده بحيث المنتج يكون جيد على مستوى العلبه على مستوى التعبئه على كم سنتي بيتعبى بالظبط. طيب عملوا دراسه كبيره جدا، احد الدراسات قال لك لازم يجيب جهاز بالليزر ويقعد اشعه المنتجات فالمنتج الفاضي يعني يبدا يخرج، وطبعا الكلفه كانت عاليه جدا. طيب يا جماعه المهندسين ما شافوا لنا حل، ناس هندسه يعني ها مروحه قريت عن الموضوع بحيث ان الضغط الهواء بيطير العلبه الفاضيه وبتوقع وبتضل ماشيه. فجي كده مهندس كده تاني قال لهم يا جماعه لا احنا بحاجه بسيطه، ما قال اخوانا هنجيب مروحه شديده جدا على خط الانتاج فالعلبه الفاضيه تطير، خلاص احنا حلينا المشكله. لكن هل يعني لوش ان هذه الشركه منفتحه عقلها منفتح يا عم انت مروحه دي الله يهديك، يعني كان ممكن الكلام لا يقبل اصلا، لكن تخيلوا ان كانت في الشركه في عقل متسع ان قد تكون فكره بسيطه جدا لكن منفتح على المستقبل واختلافها مش عيب. اخذ بقى تخيل بقى ان جهاز ليزر وتصنيع ومناقصات وبرضك الله اعلم الليزر الكهرباء تقطع يعني، لكن مروحه العلبه بتطير خلصنا من هذه العلبه الفارغه. فتنوع الافكار على مستوى الصغير للكبير في نظري وفي نظرنا لابد يكون يا جماعه قوه ومفيد جدا. طيب تنوع المشاريع، يعني مش كل اهتماماتك هتجد زي الاخرين. انا من الحاجات اللي ادهشتني مصر فيها مشاكل يعني كاي دوله من هنا يعني لعنان السماء. في احد الحدائق جالس كده فعربيه اسعاف بيطريه ضخمه جدا واقفه في الشارع ودكاتره اطباء بيطريين وفي ايه، وبعدين في دواب في الحديقه فيها الله يعزكم فيها حمير وحصنه فدكاتره نازلين اي حمار يعدي يكشفوا عليه. طب احنا الناس قاعده في الحديقه ناس عيانه، طب اكشفوا على البني ادمين الاول. فاستغربت وبعدين وجدت عربيه اسعاف، الحمار لو تعبان يروح الاسعاف. طب يودوه فين؟ مستشفى البيطريين، مستشفى الحمير. يا عم احنا مش عارفين نعالج الناس، حمير ايه وبتاع يا عم؟ الناس دي طبعا انا يعني مستغرب، لجنه واقفه واطباء لابسين بلطويات بيضاء واسعاف، وبعدين عميد راجل يجيب الصحي يقول له لا دي الصبح مرتين قبل الاكل، اكل قبل الغداء، وصفه يعني طبيه. فاستغربت قلت والله ده حاجه ايه ده؟ فقربت قلت ايه يا جماعه؟ قالوا احنا جمعيه رعايه الحمير. طب ايه الموضوع؟ قالت لا ده احنا الجمعيه دي بقى لها 100 سنه شغاله في مصر. 100 سنه؟ قلت له 100 سنه شغالين في الحمير يعني في رعايه الحمير؟ قال لي قلت له طب الفكره جت منين؟ قال لي في احد الايام كان في سائحه انجليزيه جايه في مصر سياحه، كانت في الاقصر بتركب حاجه اسمها الكاريتا الحصان ولا، فوجدت ان الحصان حالته تعبانه جدا والراجل يعني اللي بيوكله وعمال يضرب فيه فصعب قلبها صعب يعني على تاثرت بعملت وقف خيري بقى له 100 سنه لرعايه الحمير والحمير والدواب في مصر، فرع في اسكندريه وفرع موجود في القاهره. هذا مشروع احد مستهجنه، لكن هذا المشروع على مستوى يعني محلات اللي عالجها كثيره جدا كان ينزلوا، حتى انا اتعجبت مش بس قاعدين في المستشفيات، في اسواق في مصر اسواق للدواب فقط يعني، فكان ينزلوا للحملات الطبيه من اجل هذه الدواب. هذا التنوع موجود الان في هذه المشاريع، اعطى لبلد مصر وجه حضاري بدرجه من الدرجات. هذا كنا يا جماعه المسلمين كنا عاملينه زمان. انا استغربت يعني هذا عملته المراه الانجليزيه، رجعت لاحد كتابات الشيخ يوسف ربنا يكرمه عن الوقف الاسلامي. كان موجود وقف اسلامي في المغرب، تخيلوا الايه؟ وقف للنساء الغاضبات. مثلا واحده من مصر متجوزه في المغرب، شوف بقى المسافه قد ايه، فجوزها مطلع عينيها هتروح فين؟ يعني عم تتحرك تروح لاهلها في المغرب لمصر في معاناه. فوجدوا ان الازواج اللي بداوا يستغلوا ان يكون زوجته من خارج البلد يبدا يقصوا عليها. فواحد قال لك لا احنا لازم نحل المشكله دي، عمل وقف اسمه وقف الغاضبات، يعني اذا مساله تعقدت خالص دار ضيافه كامله تستقر فيها الزوجه حتى نجد حل مع صاحبنا. فكان وقف الغاضبات. واحد تاني من الناس اللي طيبين قال لك لا كان في الخدم والله مثلا بتغسل الاطباق اتكسرت، بعض الناس كان يعني اما يضرب، فقال لك لا نعمل وقف اسمه وقف الاواني المكسوره. تجيب الطبق المكسور تاخد طبق سليم. وقفه كان موجود، كان شكلنا حضاري كان احسن. اوقات في المغرب مع هجره الطيور جايه من اماكن البرده جايه الى المشرق في البروده، فقال لك والله الطيور جايه تعبانه
ومنهكة وما فيش ترانزيت، ايه الحل؟ فاحد المسلمين عمل وقف اسمه وقف اطعام الطيور المهاجرة. راجل عمل وقف للحبوب يرشوه على السواحل واستقبلوا الطيور، والمصاب يعالج، وقف رعاية الطيور المهاجرة. طب في عهد عمر بن عبد العزيز عمل مشروع متنوع ايضا، قال لك يا جماعة احنا اطعمنا الناس، طب في وحوش في الغابة جعانة، يعني في اسد يكون الحاجة كده تعبان النهاردة ما راحش الدوام، لازم نساعده. بدأ عمل وقف اطعام الوحوش، يلقوا باللحوم على افواه الغابات. الشاهد ان هذا الامر قد نزور، قال لك ان لما هذا من مفاخر الحضاره الاسلاميه التنوع الموجود ما بين رعايه مشروع قد تظن انه غير جيد لكن يخدم شريحه انت غير متخيلها. فلا ينبغي ان نحقر مشروعا ولا نعتبر المشروع ليس له قيمه، لا، هذه المشاريع لها قيمه وفائده انت ربما تكون لا تعلمها. الامر الثاني كما ذكرنا في تنوع العلاقات، عشان نصلح عالمنا الموجود لابد علاقاتنا تتنوع وتنفتح على كل الناس وعلى كل الاجناس. على المستوى السياسي مثلا، التجربه السودانيه في حكومه عهد الترابي كان موجود قبله جعفر النميري، اقاموا نظام جديد في السودان. هذا النظام قال احنا نظام اسلامي، طبعا نظام اسلامي، فبدا الحصار وفرض الحصار ضخم جدا على السودان. الامريكان شركه احد شركات البترول كانت خلاص تستخرج البترول من السودان، لما جم الجماعه الترابي والرجاله بتاعته عملوا حصار واغلقوا الابار وتركوا السودان. طيب ايه الحل؟ يعني الناس هؤلاء ناس يموتون؟ لا، بدا الان الترابي بتفكيره، كان ارسل قبل 20 سنه نتحرك في فكره اقامه الدوله السودانيه طلاب الى الصين، قال لهم اجلسوا هناك اتعلموا صيني واتجوزوا من الصين. يعني في بعضهم قاعد في الدوحه الان موجود، دكتور طلب يتكلم اللغه الصينيه، وهذا من الجيل اللي كان راح الصين ورجع. فلما حصل الحصار الامريكان صدوا الابار ومشوا، جم الجماعه الصينيين دخل فتحوا الابار واشتغلوا طلعوا البترول، والامريكان ندموا انهم سابوا الصين. هذه العلاقات المتنوعه مع العالم المختلفه وفق الازمات هي فرج ومفتاح لاعتبار ووجود كائنات للامه. لابد نصنع علاقات مع كل الناس، مع كل الشعوب، مع كل الجماعات وقت الشده. هذه العلاقات تنفع بدرجه من الدرجات. تركيا الان، تركيا واسطول الحريه واردوغان، ويعني فرحانين بالاتراك وطايرين في السماء. ايه اللي اعطى تركيا قوه الان؟ مستشار الان وزير الخارجيه التركي وراجل المخطط الاستراتيجي في الجغرافيا السياسيه، قال لك عشان نتحرك يا جماعه صح في المنطقه لابد نعمل اول خطوه نعملها تصفير المشاكل مع الدول المجاوره. الاتراك قبل عداله والتنميه لهم مشاكل مع الارمن في اذربيجان، يعني خلافات من ايام الدوله العثمانيه. لهم مشاكل مع سوريا لواء الاسكندرونه والفرات. لهم مشاكل مع روسيا ودعمهم للشيشان. لهم مشاكل مع صربيا كانت موجوده، طبعا مشاكل مع العراق مع الاكراد. قال يا جماعه مش هنتحرك، احنا هنتحرك، هنحارب العالم كله. عشان نتحرك لابد من اغلاق كل هذه الملفات. تقريبا اغلقوا 90% من الملفات، خلافاتهم مع سوريا، خلافاتهم مع الارمن، خلافاتهم مع تركيا مع العراق، خلافاتهم مع روسيا، والان بدا خلافات بسيطه موجوده، طب مش بسيطه، موجوده جدا مع الاكراد. لكن في النهايه ضبط عالم العلاقات هو الذي جعل تركيا الان بعض البريق الموجود في الساحه الاسلاميه الموجوده دلوقتي. فعمليا هذا التنوع مفيد في مشاريعنا، مفيد في حياتنا اذا اعتبرناه قوه. في عالم افكارنا المتنوعه، الفكره والاخرى اقبلها، لا تستامن هذه الفكره. على مستوى المشاريع، اي مشروع بدا وان بدا صغير هو مفيد، ولابد تديره بشكل ايضا منفتح على التنوع. المسار الاخير ان علاقاتنا الموسوعه المتسعه والموجوده هي بدرجه من الدرجات تجعل في اتساع وفي سعه. كان عفوا احد الامثله الشخصيه، يعني احنا كنا في جامعه القاهره وانا شخصيا كنت في اتحاد الطلبه، وطبعا كنا طبق شباب بقى القدس ومظاهرات واضطرابات، يلا بقى احنا يعني قد قضيتنا. طبعا وقت الازمه يبدا الجامعه تغلق، ومعروفين بقى يعني فلان بيخطب وفلان رئيس اتحاد طلبه وفلان كذا، معروف كل التوجه الاسلامي على طول معروف. طيب والحل؟ عايزين نخش الجامعه والجامعه مقفوله. فكان طبعا معانا بنات في الدفعه، هم متعاطفين معانا جدا، لكن مثلا قد تجدها مش محجبه. الحل اخش في عربيتها، انت داخل في عربيه مش متخيل احسن ان الناس انك تخش. فكان وقت الازمات تجد ان هؤلاء الناس كانوا يعني عون للشباب الموجودين بدرجه كبيره جدا نحن لا كنا نتخيلها. الناس فيها عاطفه والناس فيها مشاعر لكن نقدرها. قد تكون هذا الجانب هي مقصره فيه، لكن كنا نفاجئ والله، يعني نكلمهم عن الحجاب وعن الاسلام، والله يعني انا فوجئنا عن معرض الحجاب. طب والله انا ما اعرف ان الحجاب فرض، هم ماما ليه ماما ما قالتليش؟ طب والله ما اعرفش. لكن في النهايه يعني هم يعني الانطلاق ان هؤلاء الناس ما يعرفوش يا جماعه، يعني انت بس لو قلت كده دول خلاص ده شكلها كده على جهنم عدل، مش هينفع. لازم يعني في مساحه ان هذا الاختلاف موجود، قد يكون له اسباب اخرى ما نعرفهاش.
فلما تعاملنا مع هذا التنوع انه مش انه يعني ممكن نستفيد منه استفدنا بدرجه من الدرجات. طيب اذا والله هذا الكلام واحد قالك بقول لك ايه يا عم لا تنوع ولا بتاع احنا بص قول مسيحيين وشيعة وبتاع الدنيا دي كلها مش جايبه همها خش بالرجاله يا فرج مفيش فايده في الجماعه دول احنا يا عم انت بتتكلم كلام خلينا واقعيين شوف اللي بيحصل دلوقتي. اذا يعني كنا بهذه الصلابه على مستوى هذه الافكار ادعوكم بس نقرا هذه بعض احصائيات نتجت احنا كيف ادرنا هذا الملف. خسائر المنطقه العربيه في حروبها الداخليه الطائفيه والقوميه والعرقيه 10 أضعاف خسائرنا مع العدو الإسرائيلي. حرب في جنوب السودان استمرت 20 سنة مع كل طلعة شمس كانت تدفع الحكومة السودانية $1,000,000 وشعب دي كثير من الفقراء. اضرب 20 مليون اضرب 1,000,000 يوميا 365 يوم في 20 سنة حرب دروس على ما بين الساحة السودانية بين الأفارقة وبين العرب. حرب إسرائيل لحد الآن بالإحصائيات عدد الضحايا العرب منذ 48 لحد الآن بتتكلم تقريبا في 10,000 الحروب في أثناء الحروب أقصى تقدير 10,000 قتيل شهيد. إحنا بقى أضرب في 10 دي أضعاف الحروب الداخلية الناتجة. آخر مثلا آخر هذه الصراعات شوف حرب لبنان الداخلية شوف الصراع بين الحوثيين والموجودين في اليمن والحكومة اليمنية الصراعات بين الدول داخل العام العربي تسببت في من 48 ل91 الى قرابه 1,030,000 نسمه وتهجير 7 مليون نسمه. يعني هذا بس فقط نتج عنه شوف نزحوا قد ايه. فاتمنى نكون يعني عملنا اضاءه اليوم. طبعا الملف كبير جدا احنا اشتغلنا فيه بقى 3 سنين لان في حوالي اصدارات ان شاء الله موقع يعني اصدارات موجوده وضعها الموقع الان صوتيه تمنى فيها الظاهره الشيعيه والحاله المسيحيه وكيف نجعل التنوع قوه ليس ضعفا. فاليوم بس كانت هذه اضاءه على ان التنوع في نظرنا قوه اذا تعاطينا معاه بدرجه كبيره جدا من الحكمه والفائده واعتبرناه قوه ليس ضعف. يمكن من خلال هذه المحطات على مستوى مشاريعنا على مستوى علاقاتنا على مستوى افكارنا اظن ان شاء الله نتحرك بمسار منفتح على المستقبل بدرجه اوسع من لو انغلقنا هذا الانغلاق الحاد الدامي والمؤذي. فأتمنى أكون يعني عملنا إضاءة اليوم فيها إفادة وأنتظر الأسئلة بإذن الله.